هل التهوية مقصود بيها كتير من الخبراء في القطاع يقولوا طول ما الكتكوت ما تعرضش لستريس المايكوبلازما حتى لو هو حاملها ممكن ما تظهرش عليها الستريس الوحيد ليش ده اساس الستريس إذن زياده الامونيا وزياده ثاني اكسيد الكربون ده بيعمل بريدسبوزنج فاكتور عامل مهيئ لحدوث المايكوبلازما تمام زائد لحدوث كل الفيرال انفكشن الحاجات بقى الثانيه كل الفيرال انفكشن لكن بنتكلم ان التهويه الاساسي يعني انا عندي عملاء بايلاك كده وعنده تهويه جيده ايوه ما بيستخدمش دواء كتير بس بيطلع فعلا برودكت كويس قوي يعني البرودكت بتاعه فعلا خالي من الميكوبلازما هي جاي معاه بايلاك من غير ما يعرف انه عنده التهويه كويسه القطيع اللي بيبقى العنابر او المزارع اللي هي بتبقى فيها تهويه جيده بدراسات التهوية دي بدراسة لازم يكون السبيد بتاع الاير بيبقى مناسب ومعقول وكويس ما يبقاش فيه تراكم للامونيا او الاكسيد الكربون الكلام ده كله ده كله بيصب في مصلحة حالة الاير ساك الاير ساك مدى ما حصل فيها التهاب ما هي نقية اصبحت بريدسبوز وسسبتبل لحدوث المايكوبلازما تمام سعد تمام المايكوبلازما نوعين زي ما قلت لحضرتك المايكوبلازما جلسيبتيكم وديت اللي بيسموها الاير ساكولايتس والمايكوبلازما ساينوبي ودي اللي بتاثر على الايه على الجوينت وبتعمل ارثرايتس وبتعمل مشاكل في الايه في وان كان في ابحاث علميه قريب قالت ان الام اس لها علاقه بالاوفري والاوفيداكت والبرودكشن بتاع البيت فهم الاثنين من حسن حظنا ان الاثنين لما بنيجي نعالجهم ونعمل لهم بروتكشن الاثنين واحد يعني انا لو عالجت المايكوبلازما او عملت كنترول للمايكوبلازما فكان عملت كنترول للام اس فالاثنين مفيش كروس تريتمنت بينهم لا ده هما الاثنين علاج واحد والاثنين بروتكشن واحد والاثنين بريكوشنز واحده علشان اعرف امشي ده من حسن الحظ ده من حسن حظنا طبعا العدوى بتبدا ازاي دكتور محمد بميكروب المايكوبلازما زي ما قلت لحضرتك العدوى نوعين عدوى اما تكون متوارثه جايه فيرتيكال او هورزونتال تمام واصعبهم العدوى الفيرتيكال لان دي بتبقى جايه مع البروجن نفسه في البيضه نفسها اما اللي هو بيبقى هورزونتال ده بتبقى ديجري تبقى الدرجه بتاعته خفيفه شويه يعني رغم البروكوشن الرهيبه اللي بتحصل في الجدود مثلا ممكن يتنقل برضو فيها مايكوبلازما او يعني ممكن يجي مايكوبلازما ده حتى كل سكوك وعقود الجدود الجي بي ان القطعان المصاب بالمايكوبلازما تعدم ده بروتوكول هل بتتعمل اختبارات معينه بمجرد تسلم الكتاكيت مثلا او طبعا طبعا اول اختبار لازم تعمله بتعمل اتش اي وتشوف بتعمل هيم اجلوتينيشن بمجرد استلام بعد 3 ايام من استلام القطيع وممكن تعمل بي سي ار وتشوف القطيع ده بوزيتيف ولا نيجاتيف مايكوبلازما تمام من حقك وهو طبعا يعني القطعان الخطا بيجي من الامهات للتسمين غالبا مش من الجدود الجدود دائما معظمها بتبقى محافظه على موضوع الميكوبلازما ده لكن لان بتبقى عندها انتنسيف باي سكيورتي وبيبقى عندهم بريكوشنز يعني. وبعد وقائي وكلام من ده وممنوع الدخول وممنوع الخروج وعاملين يعني عاملين استعداد كويس جدا البريكوشن المطلوب لكن بتيجي الامهات بتصاب للاسف الشديد بتدي البرويلر هو دي المشكله بتاعت مصر ان احنا عندنا الامهات بعد موضوع الانفلونزا بدا يحصل فيه تسيب من تاني هم الاول بداوا يعملوا شاور ويعملوا باي سكيورتي ويعملوا الكلام ده في فتره من 2006 وانت طالع كده وبعد نسيوا دلوقتي بداوا ايه بعض المشاريع اللي هي محافظه على الكلام ده والباقي كله رجع للوضع الموضوع رجع للوضع الطبيعي الاول فهو دي المشكله بتكمن في هنا اصابه قطعان الامهات ومنها وعدم علاجها كويس او عدم التعامل معها بشكل كويس ومنها طبعا البرويلر الموجود في مصر ايه النقاط الحرجه يا دكتور محمد خلينا نتكلم مثلا في مزارع الامهات ايه النقاط الحرجه اللي ممكن تنفذ منها المايكوبلازما للمزرعه تمام انا جبت دلوقتي كتاكيت عملت بي سي ار لقيت الدنيا مفيش مشكله طب جات لي بعد كده مايكوبلازما جات منين زي ما اتفقنا احنا قلنا نشوف هي بتتنقل ازاي ونحاول ان احنا نعمل افويدنج للايه الحاجات النقله دي فلو قلنا استبعدنا الفيرتيكال لو قلنا ميكانيكال ترانسميشن ميكانيكال ترانسميشن يعني في عربيات داخله المشروع فيكلز داخله مش عارف ايه الكلام ده المشروع بيبقى ازاي ونحاول ان احنا نتلاشى هذه الطرق احنا قلنا انها ايه ميكانيكال ترانسميشن تمام واير بورن ديزيز صح صحيح طيب ميكانيكال ترانسميشن يبقى لازم اعمل باس سكيورتي كويس قوي للمشروع بتاعي يعني ايه يعني العربيات الداخله المشروع لازم تتغسل كويس الاشخاص اي حاجه داخل المشروع لازم تتغسل كويس قوي الاكسبوجر بيحصل عن طريق حاجتين الانجيشن والانهيليشن تمام تخيل يعني المايكوبلازما دي صعبه قوي يعني تلاقي عن طريق كل ممكن الانجيشن عن طريق العلب وممكن الانهيليشن في الهواء
تمام. فلو احنا عملنا انتنسيف وبايو سيكيورتي كويس قوي للمشروع فاحنا تقريبا تخلصنا من معظم الميكانيكال ترانسميشن. يتبقى لنا الاير بورد، واحنا عنابرنا كلها بقت كلوز دلوقتي الى حد ما، الاير بورد بتبقى قليله، نتحكم فيها بشكل او باخر، نتحكم فيها الى حد ما. تمام. يبقى بنقول ان احنا هنحافظ على دخول اي حاجه الى الموقع بتاعنا بالشاور بالغسيل بالاستخدام المطهرات المحترمه بالكلام ده كله، زائد بكل صرامه ما فيش كل صرامه فيش كلام تبعنا ما فيش كلام، اصل هي بي او نوت بي، يا طلقه قطعيه في مايكوبلازما يا طلقه قطعيه ما فيهوش مايكوبلازما.